شبكة الشاشات العربية البديلة ناس بتقدم الفنانة عرض أدائي سينمائي عن فيلم The Artist يلي حيز على العديد من الجوائز وجوائز الأوسكار، رح تصير بصالة متروبوليس أمبير صوفي. لنحكي أكثر عن هالموضوع نستقبل المدير التنفيذي لشبكة ناس جوي حرفوش والبروديوسر لجينجر بيروت لارا شكرديان. لارا وجوي اهلا وسهلا فيكم. بدنا نحكي اليوم عن فيلم ذا ارتست اللي هو فيلم طويل صامت بالابيض والاسود، انتج وشفناه عام 2011، حاز كمان على جوائز، حبيناه كثير. واليوم رح نعرض بسيناريو واداء جديد مع ممثلين رح نذكرهم سريعا ان شاء الله ما ننسى حدا: جورج خباز، نادين لبكي، روديك سليمان، سينتيا خليفه، سيمي مرعب، زينه دكاش وغيرهم. بدايه خبرونا ليه هالفيلم بالذات. أول شيء بونسوار، حبينا نعرض هذا الفيلم. هو بيحكي شوي عن تاريخ السينما، عن تطور السينما من سينما سانتا ودخول الصوت والحكي على السينما بالعشرينات. فنحن كمان أخذنا، بما أنه شبكة ناس هي بتدعم السينما وبتدعم صالات السينما، أخذنا هذا التام ومع الممثلين خلقنا مثل نص بيحكي عن خبراتهم، عن حياتهم بال يعني ضمن النجوميه او السليبرتي ستاتس او خبرتهم بالسينما او خبرتهم بالتمثيل. فالنص يلي خلقناه شوي هو كوميدي، طبعا بارودي بيسلي، بس بيحكي الفيلم، يعني بيحكي اللي عم بيصير بالفيلم وبنفس الوقت مهمه ناس واهدافنا. يعني من هيك كان خيار ذا ارتست. شو هي الحبكه الجديده اليوم بالعرض؟ يعني نحن بنعرف انه الفيلم هو فيلم صامت. خبرونا اكثر عن التفاصيل العرض، كيف رح تقدموه هالمره؟ لان مختلف حسب ما عرفنا امبارح من جورج خباز، مختصر مفيد. هو اول شيء الممثلين عم يقروا النص، يعني ما في تمثيل واداء ومسرحيه وبيمشوا قاعدين على طاولات وكراسي مع ضوء صغير، لانه الفيلم عم بينعرض بذات الوقت، يعني بذات الوقت الفيلم ورا هن عم يقروا هون والجمهور اللي عم بيحضر. فالنص كتبناه كانه في اكت 1 اكت 2 اكت 3، ما في قصه من اولها لاخرها ولا كلايمكس بالقصة. يعني هو أكتر مثل ما جوي قال نكت صغيرة أو حالات منعيشة بقلب البروديكسيون والتمثيل وبلبنان. هو لأنه بالمبدأ بيحكي عن جمال السينما، يعني هو The Artist يعني كأنه الهدف أنه كمان نحكي عن واقع سينما معين. 100% إيه. هن كمان يعني ما حخبر كتير عن النص، خليه شوي سربريز، بس أكتر المشاهد يلي تخيلناها مثل ما قلت هي من واقع اللي منعيشه بالإندستري أو بعالم يعني السينما. ترجمناه على طريقتنا، ترجمناه على أدائنا والسيناريو الخاص فينا. صحيح. كيف كانت ردود الفعل لما قدمتوا لهم هذا العرض؟ عرضت عليهم هذا العرض، قد كانوا متحمسين لحتى يخوضوا هالتجربة؟ أول شيء كان كتير صعب يفهموا الفكرة، مزبوط شو الفكرة، لأنه الفكرة أول مرة بفتكر بتنعمل أنه ينعرض فيلم ونحكي فوقه ونغير كل شيء، لأنه منه دوبلاج، هو فيلم صامت يعني. فلابين نفهم كلنا عبعدنا كيف ريك بهيدا الشغلة أخذ وقت شوي، وبعدين كتير لذيذين لأنه كبوا حالهم معنا بهيدا البروجي حتى قبل ما يقروا الناس. ايه قبل ما يقروا يعني الناس، يعني دغري قلنا ايه على العمياني ايه. وبعدين ايه. منشوف شو القصة. ايه عفت مثل ما نحنا بجينجر كبينا حالنا مع جوي ايه. لناس، فصارت هيك كلنا بدنا ندعم ناس جينجر. ناس جينجر ناس جينجر ايه. كلنا بدنا ندعم اصلا هيدا المؤسسة اللي ضل عايش كل هيدا الشيء. بما أنه كنا عم نحكي عن هالعرض وعرض كتير مميز والفيلم أصلاً حصل على جوائز كتيرة، اليوم هالعمل لمين بروح ريعه؟ ريع هالعمل بيروح لأنشطة شبكة ناس يلي هي بتدعم صالات السينما البديلة أو الألترناتيف بالعالم العربي. نحن جمعية ريجيونال إقليمية، يعني منجرب في عنا 20 عضو بالشبكة يلي هن صالات سينما من المغرب للإمارات، بيشتغلوا ضمن منطق البرمجة البديلة، يعني الأفلام يلي ما في وصول لها بالمولات أو على التي في، الأفلام مش سهل الوصول لها وعندها جمهور خاص. فنحن منجرب بالجمعية ندعم استمرارية هيدي المبادرات ووصولهم للأفلام، وصولهم لبرمجة الأفلام. دونك رايع هيدا العمل الفاندريزر رح بيروح لهالسينمايات لصالات السينما. ونحن رح نشوف هلا سوا بروموسيون ذا ارتست.
العرض اذا رح يكون لليله وحده. كمان ليش ليله وحده؟ فيني حبينا كمان هو العرض لانه لايف، هو بيسلط الضوء شوي على اهميه وجود الجمهور بصاله السينما لا يحضروا الافلام. يعني مشاهده الافلام اوقات يعني المخرجين والمنتجين بهمهم انه ينعرض الفيلم جماهيريا، من هيك عملوه. فنحن بوجود هيدي اللايف بيرفورمانس اللي هي فريده من نوعها وما بتتكرر، عم نجرب نقول انه الاكسبيرينس انه تحضر الفيلم بالسينما هي ما بتنعاد وما بتتكرر. يعني ما فينا اذا حضرت الفيلم بالبيت مش نفس الشيء. اكيد. وهيدا من الميسيون كمان تبع ناس، انه حركه الجمهور صوب صاله السينما. بهمنا نعرف بشبكه ناس مين السينما الاعضاء. في صاله متروبوليس ببيروت يلي هي الهوست، يعني هو الايفنت ثلاثه عندهم. في بالمغرب سينماتيك بطنجة، في بتونس في اثنين اعضاء لناس، بالجزائر في بروجيكتور، بمصر في ثلاث أعضاء زاوية السينما، سيماتيك ووكالة بهنا، في السودان، عراق، شبكة كبيرة. الحمد لله. شبكة فنية. عم نحاول. شبكة فنية كبيرة. يعطيكم ألف عافية. طبعاً نحن نشجع كل الأشخاص يروحوا ويشوفوا هالعرض، لأن هو عرض واحد مرة واحدة، فيركزوا قد ما فيهم على النهار والساعة. نرجع نذكرهم فيهم. الثلاثة جاي ب 19 الشهر 8:30 بصالة متروبوليس بالأشرفية، والتيكتس على احجز.com. وكونوا كتار. كونوا كتار. جوي حرفوش ولارا شكرجيان، أهلا وسهلا فيكم، بتحلى الحياة، ويعطيكم ألف عافية. مرحلة. مشاهدينا نحن هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، منشوفكم بكرة على 5:30 بنفس التوقيت. إلى اللقاء.